عليكم صافا كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. المهم جيتكم بواحد الفيديو اللي مبدل على اي فيديو كنديرو في القناه ديالنا. عمرني درت شي فيديو بحال هكا، عمرني هضرت على شي واحد، عمرني جبت شي واحد ما فياش هذا الشيء، وما كنبغيش ندير هذا الشيء حيت ما كتعرفوش شنو كاين. مهم باش نوضح لكم، جيت نهضر على كما غادي تكونوا شفتوا في العنوان، جيت نهضر على البرهوش ديال اسامه اللي داير ضجه واللي معيق وما لقيش اللي يرضعو، وداير في داك البنت الناس مسكينه سليمه داير في هذاك الحاله. ما زعما كنشوفوا هذا الشيء راه كنتصدموا والله. انا بعدا داك الشيء اللي شفت صدمني، حتى في الاول ملي شفت الفيديو ديالو، حيت في الاول شفت الفيديو ديالو هو الاول فيديوهات اللي كان كيحط هما اللي شفت، حيت هي سليمه مسكينه ما كانتش عندها قناه، هو اللي كان كيحط، هي ما كانت كدير والو. وفاش شفت داك الشيء قلت هادي يكون تمثيل، حيت راكم عارفين ولفنا التمثيليات ديال الزواج، كل شيء كيبغي يدير البوز بهاد المشاكل الزوجيه. راكم عارفين نزار وما جواره داك الشيء اللي راهم معروفين في اليوتيوب. ولكن منين طلعت لي واحد البنت، بقوت ما شفتش الفيديوهات ديالو، طلعت لي واحد البنت اللي هضرت عليهم اللي بينت معها سليمه اللي هي يسرى، ديك البنت زعما تبارك الله عليها وشحال كتهضر عليه على سليمه بواحد القرحه وواحد زعما كنت صيبت شد داك اسامه زعما دير فيه شي مصيبه، كتحس بها بحال اختها شي وحده اكثر من اختها، زعما واقفه معاها ومساندها. فكيف ما قلت لكم في الاول سحبت ليه تمثيل، ولكن في التالي زاد على حدو بزاف 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 بزاف، وما كنتش باغا نهضر على هذا الشيء. ولكن ما كتشوفوا هذا الشيء بزاف قوه معيق، ما قديتش نشد راسي وما نهضرش، ما قديتش، راه حتى واحد ما يقدر يحبس راسو ما يهضرش، حيت الا ما هضرناش على هذا الشيء والا ما حاربناش حنا هذا البرهوش الزايخ هذا، راه ما عرفتش فين يقدر يوصل، حيت قوه الهضره ديالنا حنا الناس اللي كنشوفوا هذا الشيء حنا المغاربه، يقدر يجيب شي حاجه مع هذا البرهوش ويجمع راسو شويه. مهم كيف ما قلت لكم، واحد الحاجه اخرى ما عجبانيش اللي كنشوف الناس اللي كيهضروا على هذا الموضوع وكيهضروا عليه ومساندين سليمه، اللي كنشوفهم هما الناس اللي القنوات ديالهم ما معروفينش وكاملين كيهضروا عليها ومساندينها، وكنشوف هادوك اللي خصهم يهضروا عليها وخصهم يساندوها ويوصلوا هذا الشيء للناس الكبار والناس الجمعيات. حيت علاش كنهضر على الناس اللي معروفين في اليوتيوب؟ حيت هما يقدروا بقوه ليفي اللي عندهم يقدر يوصل هذا الشيء للسلطات، يوصل ما عرفتش مهمه، ما عرفتش علاش الناس اللي واصلين في اليوتيوب ما كيهضروش عليها. وكانت شي وحده اللي مسخه حاشاكم، ولا شي وحده اللي ما تستاهلش كراهم كيهضروا عليها وكيمشيو عندها وكيلحسوا الكابا، ولكن هذه اللي بنت الشعب وبنت ناس اللي بسطاء واللي الله يعمرها سلعه، الناس كيمشيو يجنب الحيط ما ماشي ديال المشاكل. داكشي علاش هذا البرهوش طالع في السما، حيت طايح في ناس الله يعمرها سلعه، والناس اي واحد يتمناهم يكون النسب ديالو، ولكن ديما كيكون هكا، ديما فاش ربي كيعطينا شي حاجه اللي مزيانه ما كنحمدوش عليها الله. فكنتمنى الناس يهضروا عليها، كاع الناس يساندوها. كاين شي ناس معروفين هكا، ولكن شي ثلاثة ولا أربعة اللي يهضروا عليها، شي الاخر هي الناس اللي القنوات ديالهم ما طالعينش بزاف هما اللي يهضروا على هادشي. فكنتمنوا يا ربي السلطات يدخلوا ويقفوا في وجه هاد البرهوش اللي زايد فيه ويساندوها ويهضروا معاها ولو بكلمه، هي كلمه طيبه. فانا ديك النهار سمعت بلي راه فتازه وتواصلت معاها في الانستغرام، والحسن الحظ جاوبتني
وفاش جاوبتني قلت لها مرحبا بك اجي عندي نطلاقك وهذا، فقالت لي لا لقيتيني ماشيه في حالي ماشيه على ما اظن الحيينه. فقالت لي مره اخرى الا جيت ونطلق، وما كنتش عواله نجي، جيتي على غفله وصافي. وليت كتبت ليها البارح ما جاوبتنيش، ما عرفتش علاش، واش حيت الدرك عليها في الانستغرام، واش ما عرفتش شنو واقع ليها، حيت ما بانتش هذه يومين وقيلة، ما بانتش قاعدة في القناة ديالها. فكنتمنى تكون بخير وتكون بصحة جيدة، حيت هذا الشيء اللي راه فيه الله يحسن العوان، ما تبغيه لا لعدوك ولا حتى واحد. زعما هادشي علاش كنقول لكم خصنا نوقفوا معاها، حيت راه تكون شي وحده بلاصتها راه تقدر دير شي حاجه في راسها اكثر هي الا سمعت كلام قبيح. فكنتمنى كل شي الناس يقولوا لها كلام زوين ويتواصلوا معاها ويعاونوها، واخا كيف ما قلت لكم هي بالكلمه طيبه وصافي. سمحوا لي جاتني ابل. كنشوف الناس اللي معاه كاع هادوك اللي دايرين به اللي كيكونوا معاه، داك مول الطوموبيل وداك البراش اللي كيكونوا معاه، حتى واحد ما وقف ضده، كل شيء معاه، وكيديروا راسهم شويه شويه كيديروا فيديوهات باش يطلعوا حتى هما على الموجه، وكيديروا فيديوهات باللي راهم زعما ما عجبهمش هادشي اللي راه كيدير، وراهم حقا كيهضروا عليه معاه وداك الشيء. كون كنتو كتهضروا معاه وكون كنتو رجال ما تخليوهش يهضر ولو بكلمه هي شويه طايحه على مرتو، عاد تخليوه يدير داكشي. كون كنتو رجال تحيدوا له التليفون وتمسحوا داكشي اللي داير، حيت اي واحد يقدر يديرها. بحال دابا داك خينا اللي معاه كبير، الا جا يحيد له التليفون ويمسح داكشي اللي داير ولا يبلوكي له داكشي كامل، يبلوكي له اليوتيوب، ما يبقى عارف ما يدير، راه يقدر يديرها. وديك الساعه يبغى يمشي يدير اللي بغى يدير، ولكن كون كان راجل هذاك كون راه حبسو نتحدو. والسيد كيدير فيديوهات حداهم ويجلس يسب ويطيح الهضره حداهم على البنت، وما يخلي بالعاهره هي دايره هي فعليه التركه ويسب والديها، وكيدير حقا لا 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 ما تجبدش، لا 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 حيد هذا الشيء، لا صاحبي ما ديرش، راه في يدك تحبسو وتضرب له داك التليفون مع الحيط يجي له ما يصورش اصلا، يمشي يدبر على فين يصور. المهم ديروا شي حاجه وما توقفوا معاه ما والو. ولكن داكشي كيف ما شفت يسرى قالت واحد الفيديو باللي داكشي كله تمثيل، كتمثلوا معاه الناس القراب ليه، كنهضر على الناس القراب ليه ماشي الناس الاخرين، الناس اللي قراب ليه لو كلشي كاملين كيمثلوا هي باش يطلعوا متفقين معاه باش يديروا فيديوهات عليه ويسبوه، ويديروا راسهم زعما كيسبوه. اكثر هي الناس اللي قراب ليلو يديروا راسهم كيسبوه وباش يطلعوا في اليوتيوب. فحشومه ديروا هكا زعما، اعتبروا داك البنت اختكم، اعتبروها ما عرفت شنو، راه حشومه، راه واخا يكون ماشي هي ولدكم ولا كيجيكم راه حشومه تساندوه في هذا الشيء ديالو. وحشومه انا بعداك، وكنت هاد الولد كيجيني ولا ما عرفت، وكنت بيدي راه نقدر نهزو حتى يلقى راسو، ما عرفتش كيفاش ندير له انا بعدا، نشوف ندير له اي خطه تنوصلو عند البوليس ونوصل داكشي اللي كيدير، ومهم يمشي يصلب، حيت كاينين عائله ديالو يقدروا يديوه ويقدروا يوقفوا عند حدو. ولكن ما عرفتش داك البرهوش فين باغي يوصل بهذا الشيء. فكنتمنى من السلطات يدخلوا، وكنتمنى من الجمعيات يدخلوا على داكشي اللي كيدير. جالس كيدير تصاور ديالها عريانه، وهذيك ماشي هي، راه باين فوتوشوب، الناس اللي كتعرف الفوتوشوب راه باين فوتوشوب، وكيدير فيديوهات ديالها كتشيش البنت، باينه ما كتشيش ما كديرش، داكشي هو اللي كيبزز عليها البنت من الجلسه، باينه بزاف، مشوفه كتشوف هكا كيصورها وكتشوف هكا باينه مبزز عليها تشيش، حيت ود الحرام واقيلا كان باينه كان مخطط لهذا الشيء من قبل، جالس كيصور في البنت باش ان فوتو وقع بيناتهم مشكل صغير تقلب عليها هذه القلبه وغدرها هذا الغدر هذا، وباش كملها وجملها عطى الولد الصغير الشيشه في فمه وكيقول له رضع، والولد الصغير هي ما عاد يسمع عادي يدير مسكين ويصدق جاب داك الوسخ. فزعما الله يخذ فيه الحق، وكنتمنوا من الناس كامل تهضر على هذا المشكل باش
يوقف عند حدو، واصلا هذا الشيء غادي يوقف عند حدو حيت ما عنده فين يوصل بهذا الشيء ديالو. كنقولها لسليمه ما ديريش بالك، وراه كل كاملين راه حنا معاك، وراه حنا مساندينك، وراه حنا ما تايقين بتا حاجه دارها هذاك البروش الزايغ، ما تايقين بوالو، باين كل شيء. فهاد الشيء راه ما عنده فين يوصلو، يا غادي يوصلو للقبور يا غادي يوصلو للحبس، حيت يقدر الى وعى شويه بهذا الشيء اللي دار، وبلي غادي يوعى بلي يقدر ولدو يشوف هذا الشيء ويكرهه ويكبر ولدو واحد النهار ويشوف هذا الشيء ويتعقد، فيقدر هو يوضع حد لحياته هذا البرهوش، يقدر ينتحر ولا يمشي للحبس. مهم هذا خصو يتربى. انا بعدا هذا النوع كنتمنى له الحبس، وكنتمنى له يدوزوا عليه الدكه كدنيشان، حيت خصو الثقل وخصو الحبيب بيز نيشان. كتعرفوا شنو هما الحبيب بيز نيشان؟ الحبيب بيز، راكم غادي تكونوا فهمتوني. فكنتمنى هاد الفيديو يوصل يتبارطاجا ويوصل، وكنتمنى سليمه الا شفتي هاد لا فيديو تولي تجاوبيني في الانستغرام وتجي عندي، مرحبا بك في اي وقت. راه الناس كاملين راه الا دقيتي اي باب راه غادي يرحبوا بك، حيت باينه بنت الناس وداك العائله الله يعمرها زلعة. زعما تمنى هي تمشي عندهم، داك الناس كان هي شفتهم كتمنى هي تمشي عندهم، زعما كون نعرف الطريق ديالهم، ولا نعرف داك البلاصه فين كاينه هاد الحيينه فين كاينه هي في النواحي ديال تازا، ولكن زعما كون نعرف اللي يوصلني ليلها بالضبط والله حتى نمشي عندهم. زعما خيار الناس عاد من تمشي وصافي. مهم كنتمنى في القريب العاجل يحبس هذا الشيء، ووقفوا مع هذه البنيته وساندوها يا معنويا يا ماديا، حيت محتاجه لينا بزاف بزاف بزاف. وصافي هذا ما نقول، شكرا للناس الكاملين اللي كيتضامنوا معاها، وهكا زعما هكا يكونوا الناس الحرار. الا ما تضامناش معاها في هذا الموقف راه ما غاديش نكونوا مغاربه هكا كنتأزروا مع بعضياتنا، ماش نحسبوها هكا مغاربه. وصافي المهم ما نطولش عليكم، الا جيت نهضر غادي نهضر بزاف، وما عرفتش واش هاد الهضره غادي توصل ولا ما غاديش توصل، واش غادي يكون منها شي منفعه. فكنتمنى تكون منفعه وصافي. المهم السلام عليكم.